معني الكلمتين اللي بلا طعم دول. لا ده ما يهمش ما يهمش. شوف يا كرم، ابويا كان بيقول لي عيبك انك طيب، وانا بقول انها ميزتي، لان لو مش طيب كان زماني طابق في زمارة رقبتك ما سايبهاش اللي هي طالعه في يدي. شفت انك جبان؟ وانا الجبان عندي ما يلزمنيش ان اذيه، هو اذي نفسه خلقه. شوف يا اكتم غور من وشها كرم غور. حكمت المحكمة حضوريا على المتهم شحاتة حجاج عبد الرحمن بالسجن لمدة السجن. عاشش في قلبي وماشي في شوارعي، نفس اللي باني وخدعني بالرخيص بياعي. ما تنساش تدبت صورة توكيل نجاح في الورق. حاضر يا باشا. مش هتعد الفلوس؟ اوه حد يعد برضه وراك يا باشا. بس دي نص الفلوس. اه ليه بس كده؟ ما تتخدوش قوي كده، هتاخدوا الباقي في الشهر العقاري. دخلت ليه يا باشا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا باشا. احنا قدرنا حقك يا اختي بسبعين الف جنيه، وبيننا وبينك ربنا. هو ده حقي ونصيب الولايه يا كبير؟ ادعي لاخوكي واسكتي. يسجني وادعي له، مش كفايه حبس شحاته وسرقوا؟ انا ما حبستش حد، وما كانوش عاجبينك بلاش منيهم وروح اشتكيني. شفت الظلم وكسرت القلب دي منين يا ولاد حجاج؟ سكت مرتك يا علي، لحسن ودين النبي ما تاخدوها لمليم. هتخلص يا بنت؟ ما عاد يدك عني. هو في حد مدلدل راسه وكسر في خاطر غيرك؟ هي النسوان ليها ورث اياك. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا كفاره. ارمي البنت فلوسها، مش عايزين رط كتير. امسك يا نجاح امسك. احنا في الاول وفي الاخر اهل يا معلم، ونعاش العود اللحم يعود يا معلم. طلب هدي فلوسك يا نجاح، لا يكونوا ناقصين ولا حاجه. ودين النبي يا ابوي اللي عملنا فلانك هيطلع علينا واحد واحد. يا لهوي هزوره، يعني هزوره يا كرم. ده ايه يا بت؟ انا معرفش اربيكي ولا ايه؟ ده انا موت الضرب، ده انا موت الضرب. قطع خبرك انا هنا. اسمع خد يا بت، تعالى هنا. الخطبة الشريفة انا هولع في نفسي. ماشي يا بيشة، خليكي بقك ده قاعدة زي البيت الوقت لحد ما يطلع اسم النبي حرفه من السجن، وبرضك مش هتتجوزيه والايام بينما. معلش يا اخويا السنين بتجري هوا. انا جبت لك معايا اكل هسيبه بره، وجبت لك معايا هدمتين. انا عارفه انك بتلبس هدوم السجن، بس قلت يمكن يغيروا فكرهم ويخرجوك تلاقي هدمه نظيفه تلبسها. رحمه ابوك يا شحاته لا تهون على نفسك، انا هستناك هستناك لو قعدت هنا 100 سنه. كان على كرم ما تقلقش، حتى كان مستحس غلطته وقال استني يا بيسا شحاته زي ما انت عايز، حتى كان جاي معايا بس جات له مصلحة. اخسرتك في المرمطة، جراته جذبتين وخليك فرنسيس. الحمد لله على السلامة. رحت زرت العنجليب ابو قلب حنين اللي ما عملتيها لما كنت انا في السجن. سيبني في حالي انا مش ناقصاك يا كرم. عندك حق، شوف رجلك دي رجلك دي رجلك دي، ما تقرفيش عليها تاني، ما تطلعيش بره البيت. انا ما عرفش ألمك ولا ايه؟ حياه امك لا ألمك. ادخل هنا فاكراني ايه؟ ادخل هنا هلكيش طلوع من البيت. قومي يا بنت هات شكوشين ومسمار خلينا نسمر الشبابيك. انا هقطع عنك اكل وشرب لحد ما تقولي حاجه برقبتي. حرام عليك يا كرم. اخرس يا بنت انت بدل ما مسمر بيك الشباك. مش هروح تاني، مش هروح تاني.
هو ما اكلش لحد دلوقتي؟ ولا الهوا يا عم محمد. يا ابني كل، محدش هينفعك. بت يا بيسه، خد الاكل ده يا بت. انت يا بت، ما تقومي يا بت تاخدي الاكل. بت هند يا بت الكلب يا فادره، بتعصي كلام دوزك، بتكسر اوامري. طب تعالي تعالي انت كمان، حبسي معاها انت كمان يا دزمه. يلا يلا في داهية انت كمان. مالك يا شحاته؟ شحاته في ايه؟ شحاته يا نهار اسود، ده هيموت، ما فيهوش ولا شريان صاحي. ربنا يعطر فيك نفسك يا اخويا. عشان خاطر انا كرم كفاياك، بيسه ما تستحملش ده كله. لا ده انا حالف لاسيبها كده لحد ما تموت واخلص من جرافها. امي بتقول ابن الاصول يحلف ويخلف يا اخويا. اخرس انت امك ورحمه المعلم حجاج، هتسمع الكلام. ها عيد يا كرم، ده انا حلفتك بالغالي يا راجل. ما تزعليش مني يا بيسا، أنا كل اللي بعمله ده عشان مصلحتك. يا عبيط، أنا ليا مين غيرك أخاف عليه؟ أنا أسهل حاجة عندي أخليك تزور شحاتة في السجن، بس إيه الفايدة؟ هتعيش سنين تستنى أما يطلع من السجن، وحتى لو طلع إخواته هيكسعموه. يا عبيطة، لما تعيشي مستورة أحسن ما تدوعي. كنت عارف من الأول إن أنا ليا كف بيسا، بس ما كنتش عايز حد يلوم عليا. ولا حد يقدر يلوم عليك، ده انت والد الناس الكمل، والد الحد حداد، ده احنا نتشرف. ايدك نقرا الفتح. بسم الله الرحمن الرحيم. حلو الخاتم ده، وريني. ما يغلاش عليك يا كرم. بسم الله الرحمن الرحيم. حلو الخاتم ده، وريني. ما كفاياك يا كرم، انت كده مالكش كف بيسه. ليه يا كرم؟ نقرا الفتح. انتوا بتعملوا فتحه ونصب عليا، انا ماليش في سالم، ما اعرفش غير يا دوبك ان اخو شحاته. بتلونوا في ايه بقى؟ انا استنى شحاته لغايه ما يرجع. العمر الطويل ليكي. طب استاذن انا. يا راجل اقعد تستاذن ايه، دي حنيه هتروح الحاله. على اطلاق لنقرا الفاتحه ودلوقتي. هو والله في نفسي يا كرم. بسرعه. والله لا والله في نفسي. انت هتمثلي ولا ايه؟ خلاص حفظنا الدور ده. اتلم يا بيت بدل ما اقوم المك. يا حبيبتي يا اختي، اقف يا سالم.